أهلا، برج السرطان في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القراءة مثل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان، ممكن تشوف إنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا خذ من الفيديو دائما الاشياء اللي ممكن تستفيد انت منها، واترك الباقي. ممكن يكون في بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه، فخذ هاد واترك الاشياء الاخرى. رح نبلش بطاقتك أول. هذا رح نشوف طاقة الشريك، خطواتكم في المستقبل، وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم. طيب رح نبلش بكروت النصيحة أول لبرج السرطان. بدك انت حاليا عم تمر بموقف او وضع، بدك تكون صبور اكتر مع الموقف، او بدك تكون صبور اكتر مع الشخص اللي انت عم تتعامل معه. ايضا برج السرطان انت بتخبي مشاعرك واللي بتحسه كتير، فبكروت النصيحة بتحكي لك انه خليك اوثنتيك، خليك مثل ما انت. حاول انه تظهر مشاعرك الحقيقية لهالشخص، لانه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون مش سريع بلقط الاشارات منك او بفهم التلميحات اللي بتعطيله. في عندك بدك تحاول تكون منصف اكتر مع الوضع، لأنه في عندك 6 of abundance, 6 of emotion. رقم 6 عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت. فبالنسبة لكروت النصيحة بتحكي لك إنه الأفضل إنه تخلي الوضع في شوي توازن. حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة أو فكرة الشخص الآخر للعلاقة، ومش كتير بس تركز على انت شو بتحس، مشاعرك انت، وبشو انت انجرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم ان نظرة الشخص الاخر. يعني حاول تحط حالك في مطرح الشخص الاخر. طيب عم شوفك ايضا رافض فكرة الحب حاليا، أو مش عم تسمح لشخص في عنده عروض حب أو بده يقدم لك عروض حب، مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب. والسبب إنه أنت عم تبحث على إشي جدي، ما عم شوفك عم تبحث على إشي عابر، لأنه أنت بتطمح إلى soul connection، إلى رابطة تكون قوية. بشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي انت فيه، لانه 4 of cups تحكي عن rejection او رفض لاشي معين. فممكن تحس انه انت مرفوض من الناحية العاطفية، او تحس الطرف اللي انت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية. ممكن أيضا تكون عم تتعامل مع برج هوائي، برج ناري، أو برج الميزان، برج الجوزاء أيضا عندك. غير هيك ممكن يكون أي برج تاني، ولكن الطاقة طاقة الحبيب أو طاقة الشريك شوي متهورة. الشخص اللي انت عم تتعامل معه شخص متسرع، شخص أيضا إذا كان برج ناري الشخص اللي عم تتعامل معه،
بنشوفه متسرع كتير بالحكي، ما بيفكر قبل ما بيحكي. وإذا كان عم تتعامل مع برج هوائي، الشخص غير قادر أيضا على إنه يحقق التوازن، بغض النظر عن الفكرة اللي بيعطيها لإلك أو أنت كيف بتشوف هالشخص من برا، إلى إنه شخص أنت بتحس إنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء. يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك، ويوم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر. فأنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص. هلا ممكن يكون هو عم يحاول انه هالشخص ممكن يكون عم يحاول انه يكون متوازن، ولكن انت على الصعيد العاطفي عم تحس انه انت اللي عم تعطي اكتر من هالشخص، او انت عندك مشاعر تعطيها اكتر من هالشخص. بالنسبة لخطوتك في المستقبل، عم شوفك عم تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك جاستس كارد، ذا لوفرز، في عندك كتير كروت بترمز الى انه انت عم تبحث عن التوازن، او انت او الطرف الاخر محطوط بمطرح انه في عندك لازم تختار بين شيئين. وعم شوف انتو طاقتكم المشتركة حاليا عم الامور بينكم ستاجننت او متوقفة، او ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في انرجي او طاقة عم تتحرك. انت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سينجل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إن البعض منكم، لأنه أنت عم تبحث عن التمبرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث إنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه. عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء. ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية. حاليا انت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا، ولكن في المستقبل في عندك optimism او عندك تفاؤل اكتر، او نظرتك رح تكون ايجابية اكتر. فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير في حياتك، أو بالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير. عم شوفك أيضا عم تحاول تاخد الأمور ببساطة بالمستقبل، رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر، أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكثر. أيضا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي. بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شغل كتير، أو الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير soul work أو شغل روحاني على حاله، لأنه هالشخص متناقض جداً بنفسه من جوا، متناقض، عم يمر بكونفليكت او عم يمر بصراع داخلي، ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك، لانه هو عم يحاول يجمع اكبر قدر من المعلومات اللي ممكن
تساعده في اختيار قرار يكون عادل. هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا، هو يعني مش نيته انه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوا بيحتاج الى الشغل، بيحتاج الى جلسة مع الذات مثل ما بنحكي، لحتى يفهم هو وضعه شو، هو شو بيريد، ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه، مشان ما يعكس هالإشي على العلاقة. ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل، يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك اكبر بالعلاقة من هو شخص ممكن يكون بالغالبية برجه هوائي، لانه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكثر مما برج السرطان بيحب. ممكن أنت بدك منه ردة فعل من الناحية العاطفية، عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروته منتل أو عقلية، فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية، وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شيء معين. بعكسك أنت قراراتك اللي بتاخدها بتكون مبنية على عواطف، على أنت شو بتحس من جوا. ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بهالطريقة. عم شوف ايضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون في هدوء بينكم، مش رح يكون في حكي كتير، في الطاقة بينكم ستاجننت، ولكن عم شوف انه هو اللي اكتر بيحاول يتقص عن اخبارك او يعرف معلومات عنك اكتر منك انت. عم شوفك انت مركز على روحانيتك أكتر، على حالك أكتر، على شغلك أكتر، يعني على تطوير ذاتك أكتر من ما هالشخص مركز على إنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك. بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره. ممكن يكون شخصين، ممكن يكون علاقتك انت معه وطبيعة شغله او اشي مثل هيك، بس بدنا نوضح شو هو الشيء اللي هو من جوا داخليا عم يمر بالصراع من اجله. طيب فهالشخص حاليا بفترة او بده يدخل بفترة هدنة او عم يبحث على نوع من الخلع او العزلة لحتى يفهم وضعه اكتر، ولكن الشخص هيدا متناقض بجوا حاله، او الشيء اللي هو يعني مضايقه او مش عارف يوجد له الحل هو انه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره، او عم يحاول يحلل مشاعره او يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها. فبالغالبية البرج اللي انت عم تتعامل معه برج هوائي، لانه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل، ما بتنفهم، هي بتنحس فقط، ولكن هالشخص عم يحاول انه يفسرها، انه ليش انا عم حس هيك، ليش عم حس انه هالشخص هو شريك حياتي، هالشخص هو سول ميت، ليش انا بدي اقدم لهالشخص عرض حب ولكن
يعني مسبب له صراع داخلي أكثر من ما هو خارجي. هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس، بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر. هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن، شخص كتير مش إكستريم أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة، ولكن من جوا مشاعره فياضة، ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل، لأنه مبين الوضع الغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء، ما عم شوف في مشاحنات أو في مشاكل صارت بينكم، ولكن في انقطاع بالتواصل. فبدنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم. انتوا الاثنين بالمستقبل رح توصلوا الى، في عندكم شغل رح يصير بالمستقبل، شغل بالعلاقة وبالاستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة. عم شوف ايضا في طرف منكم، اذا كان في بينكم صراع على السلطة بالسابق، في طرف منكم هو اللي رح ياخذ زمام الأمور بالعلاقة. ما بعرف مين رح يكون الطرف، ولكن في طرف رح ياخذ هو زمام الأمور بالعلاقة، وعم شوف في مجهود رح ينحط كتير عالي. وبرغم إنه هالكرت بيرمز أحيانا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي أنت بدك إياها، ولكن المجهود اللي رح ينحط، يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي. اذا انتو الاثنين عم تطمحوا الى تحقيق اسرة او الى تحقيق اساسات صالحة بحق هالعلاقة او اشي مستديم الى المستقبل، سواء كان علاقة جدية، سواء كان خطوبة، سواء كان زواج، ولكن عم شوف انه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة اكتر على الصورة الاكبر للعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير، ولكن هي على الصورة الاكبر. بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير، عم شوف انه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين، لانه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم، من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير. ولكن مثل اي علاقة، يعني انك تبدأ علاقة شيء وانك تخلي العلاقة دون شيء اخر، فاي علاقة انت بتطمح الى انه تخليها الى المدى البعيد او الى انك تكون مستقبل مع هالشخص، لازم يكون فيها مجهود، ما بتكون عادة سموث او الطريق ما بيكون عادة سهل. ولكن كلا الطرفين هون مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة. طيب بتوقع هذا كل شيء ناقشناه، ما في اي شيء مش واضح، انه لانه حكينا هل رح يكون في تواصل بينك وبين هالشخص، مش واضح هون انه في كوميونيكيشن او تواصل حرفيا بينكم، ولكن عم شوف انه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعض، عم شوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو ايضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة، لانه انت عم تحاول تصلح من حالك يعني اشياء، وهو عم يحاول يصلح من حاله اشياء. انت عم تحاول تتشافى وتطور حالك، وهو عم يحاول انه يفهم مشاعره اكتر او يفهم
أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره، إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل معه. فعم نشوف إنه سواء حكيتوا مع بعض أو ما حكيتوا مع بعض، المجهود موجود هون، لأنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحققوها مع بعض. بس هو حتى إذا ما صار في تواصل، في عندك هون 8 of Wands، هالكرت بيحكي على تواصل سريع، فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمره أيضا هو إنه بده يحكي معك، ولكن الأمور مش كتير بتسمح إنه هو يحكي معك، وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بإنه يحبك أو في مشاعر تجاهك، ولكن صعب عليه إنه يعبر. فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جواته، واللي هي مبين إنه رح توجد، لأنه The Emperor كارت ناري، طاقة كتير دوميننت، طاقة كتير مهيمنة. فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ من الوضع، بإنه هو اللي يتقدم ويحكي معك، بالذات لو انت امرأة برج السرطان وهو رجل يعني. اوكي حبايبي برج السرطان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله رح اشوفكم في فيديو قادم. شكرا.